النهارده طب اروح للكونفدراليه معاك يا محمود الزمالك طبعا بعد فوزه التاريخي على الفريق الاثيوبي في مجموعه يعني الزمالك مجموعه الزمالك اسهل نسبيا بالنسبه للاسماء اللي موجود فيها سجراد الانجولي وابو سليم الليبي وسوار الغيني يعني اعتقد ان كلها فرق حسب الاسماء او حسب التاريخ ككوره تحيه بس تحيه لاخواننا في ليبيا كل اللي بيتابعونا ان احنا لينا متابعات كتير جدا في ليبيا يعني ابو سليم الليبي وجماهيره وكل الناس كل التحيه لكل انديه ليبيا لكن نادي ابو سليم هو نادي من يعني من اول مره نسمع عنه في الكره الليبيه انا شخصيا اول مره حتى اسمع عنه. انا محمود عندك معلومه ده فين في ليبيا؟ لا ما عنديش معلومه فين في ليبيا الحقيقه لكن هم هيلعبوا ماتش في ليبيا؟ مش ولا بنغازي ولا طرابلس ولا تونس اعتقد بيلعبوا في تونس اعتقد كده بس ما عندناش معلومه. اتمنى ان الزمالك يتوخى الحذر لان الزمالك يعني انت زي ما حضرتك قلت هي ابو سليم عامه مع الزمالك 26 نوفمبر في القاهره ده الماتش الاولاني نقدر نتعرف عليهم. سوار الغيني 3 ديسمبر في غينيا سجراد الانغولي 10 ديسمبر في القاهره سجراد يرد 20 ديسمبر بعد 10 ايام في انغولا ابو سليم خارج الارض حتى مش محددين الملعب 25 فبراير ممكن يبقى في القاهره وارد الجوله السادسه سوار في القاهره 3 مارس وهنا بقول لك ليه بقول لك ممكن يبقى في القاهره لان هيكون الجوله الخامسه امور كتير اتضحت بالظبط لا والزمالك فرصته كويسه ان هو يعني يحسم صعوده من اول جولتين لان يعني انا شايف ان الفريق الانجولي هيبقى اقوى المنافسين للزمالك في المجموعه دي لو قدر ان هو يحقق 6 بونت او 6 نقط من اول جولتين هتبقى فرصه انا عايز اضيف حاجه للي قالها الاستاذ محمود ودي حاجه مهمه جدا اللي يراجع تحليل الفريق الزمالك الفريق ابو سليم ده اول مره يلعب في الدوري 2018 لا ناهيك عن كده كمان يا استاذ ناصر بس قديم عشان الناس ما تزعلش لا هو قديم في ليبيا لكن على الساحه الافريقيه لا 1976 تاسيسه ايوه ولكن مشاركه 2018 على الساحه الافريقيه هو جديد لكن لحل النادي الزمالك على مدار الست سبع سنين اللي فاتوا في البطولات الافريقيه يلاقي ان سبب خروجه كان الماتشات الاولانيه ما بيهتمش بيها هم البدايات بيبقى بيعمل نتائج سيئه جدا فبتنعكس عليه فبيلعب تحت تاثير الضغوط الاستاذ عز العطروش عشان كده اتمنى ان الزمالك يستفاد من هذا الاستاذ عز العطروش رئيس تحرير القناه زملكاوي موت قال لك اديني في هم البدايات دي كان الفرقه تفوق ايوه هم البدايات هي اللي بتعطل الزمالك عارفين زي مين؟ اقول لك زي منتخب مصر كل مراتنا اللي اتاخرنا فيها وما رحناش كاس العالم من هم البدايات نفنش على مستوى عالي واول مباراه نتعادلها في مصر نطلع نتعادل بره ونعاني بقى من فقدان النقاط في اول مباراتين ثلاثه وده اللي حصل مع افضل جيل شفناه سواء مع الكابتن جوهري 90 او الكابتن حسن شحاتة 6 و8 و10 ماتش زامبيا هنا طب محمود عندك معلومه عشان انا مش عايز معلومه دقيقه ان لاعبي الزمالك بما اننا بنتكلم عن الكونفدراليه طلبوا من الكابتن عبد الواحد السيد سرعه صرف مكافئات الصعود عندك معلومه ولا ده كلام اعلام؟ لا 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 مش كلام اعلام طبعا ده لعيبه الزمالك قعدت مع عبد الواحد السيد اكتر من مره وطلبت مستحقاتها اكتر من مره ليهم مستحقات متاخره وليهم اجزاء من العقود متاخره وكان في بعض يعني بعض الوعود من بعض المرشحين ان في حاله النجاح طب انا بس بستاذنك في حاجه شوف الناس متفاعله معانا جاتني هي الرساله مباشره من اخواننا في تونس بياكدها الاستاذ محمود صلاح مدير التحرير مباراتهم في التمهيديه لعبوها في تونس وصعدوا من تونس يبقى ملعبهم تونس خلاص شكرا جزيلا على المعلومة يا ريت تنقذونا على طول بأي معلومة ناقصة إذا أبو سليم بيلعب في تونس يا جماعة خلي بالك ممكن يلعبوا في مصر يعني ما لا ما خلاص هم ملعبهم يعني تونس رسمي ولعبوا فيه فالأزمة المالية في الزمالك موجودة الكابتن عبد الواحد فعلا كلم عماد بيه البناني رئيس اللجنة الثلاثية و اتكلموا والكلام ده كان كلام بقاله فترة أستاذ عبد الناصر وزي ما بقول لحضرتك كان في وعود من بعض المرشحين في حالة النجاح الأزمة المالية دي هتتحل نهائيا وهم دلوقتي بيحاولوا يلموا الأمور دي داخل نادي الزمالك لحين انتهاء الانتخابات 20 أكتوبر ووجود مجلس موجود مجلس جديد مستقر يحاول يخرج الزمالك من الازمه الماليه اللي موجوده فيها. انا عايز احيي كمان صديقي العزيز الدكتور وليد دقبس تحيه خاصه دكتور وليد دقبس يا جماعه عايز اقف هنا اعاد تدوير فيوتشر والنهارده تحول الى مودرن فيوتشر وده اللي بقوله لولا الفكر لن تستطيع ان تصنع انجاز. كم من شخص عماله فاشل ولكن ان يجتمع المال مع الفكر إذن الاسم هو وليد جابس
بس ناس كتير كانت بتنتظر ان سقوط فيوتشر بعد عمليه البيع وبعد بيع لعيبه مهمه جدا 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 لبيراميدز. الناس كلها قالت فده يحسب فعلا للاداره الجديده نادي فيوتشر. وخلي بالكم بالمناسبه الهلال الليبي محمد عوده مع فيوتشر في اول لقاء في الكونفدراليه. اتفضل يا محمود. مع الهلال الليبي ومعاه السوبر سبورت الجنوب افريقي ومعاه اتحاد العاصمه الجزائري، وانا برضو شايفها مجموعه قويه يعني من اقوى المجموعات. مع الهلال الليبي محمد عوده عامل فرقه قويه جدا، اتحاد العاصمه الجزائري من الفرق الرخمه قوي اللي بتبقى ماتشات لسه كسبانه السوبر ماتشات مع الانديه المصريه كمان طبعا. بتبقى صعبه جدا. وعبد الحق بن شيخه المدير الفني بتاعهم على درايه كويسه جدا وعنده خبره في المباراه الافريقيه. فانا اعتقد ان يعني مجموعه فيوتشر من المجموعات الصعبه جدا، وهتواجهه يعني محتاج تحدي كبير ان هو يقدر يصعد من المجموعه دي.